احنا نثق تمام الثقة في إيماننا كلنا. بداية القصة كانت بعد تداول هذا المشهد اللي واجه ردود أفعال غاضبة. الحياة نعزي أخونا إبراهيم في وفاة والده، عسى الله يرحمه. صدق والله. وبعدها أصدرت القناة بيان وأوقفت مسؤولين فيها، لحق ذلك إيقاف بثها بانتظار قرار رسمي من هيئة الإعلام المرئي والمسموع. بس هذا المشهد ما كان لحاله، لأنه سوق بمشاهد أثارت الجدل في أوقات سابقة. ترى اللي يتزوج بنتك ولا أختك هو صاحب الفضل، شال عنك هم، شال عنك عار. كم من آباه ولا فضل فاسع، يعني عريس لا فضل يبكي يقول باقي ثنتين ثلاث، كم واحد يقول الحمد لله هديت الأمانة. لاني صار لي اسبوع اقدم ما في فايده، قلت يا اخي بدل تسبني شوي، خاصه انك زيانهم يا سعود. حياه المراه الحقيقيه ان تعيش تحت كنفي زوج وولد، قم بالحقوق الزوجيه، ان تعيش رهينه البيت. الأكشن كان موجود فيه، لأني أدعي رب الكون إني ما أدخل أبدا، وهذا ربي والله ما يضبط إبراهيم. وفي مواقع التواصل اختلفت وجهات النظر ما بين ضرورة إغلاق القناة نهائيا وما بين إعادة بثها، لكن بضوابط ومعايير تكفل عدم وقوعها في مثل هذه التجاوزات.